عثرت الفرقة الآلية في الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مسؤوليتها في كركوك على مقبرة تضم رفات أبرياء مدنيين راحوا ضحية زمر داعش الإرهابية. القيادات الأمنية أكدت على أن العثور على هذه المقبرة جاء نتيجة الجهد الاستخباري المتبادل وعمليات المسح الأمنية. بعد عودة العوائل وتنسيق مع مصادرنا الاستخبارية تم العثور على هذه المقبرة اللي تحتوي على أكثر من 50 رفات لأشخاص من ضمن المناطق تم إعدامهم من قبل تنظيم داعش الإرهابي، وسيتم اتخاذ الإجراءات الصحيحة من قبل مؤسسة الشهداء والطب العدلي ومديرية الشرطة من أجل رفع هذه الرفات وأخذ الدي ان اي للتعرف على هوياتهم. عمليات بسط الأمن وتأمين عودة النازحين إلى مناطق سكنها كان من بين أهم الأسباب التي أسهمت بملاحقة زمر داعش وكشف جرائمه بحق الأبرياء. وباشرنا بالتفتيش حسب المعلومات الاستخبارية ضمن قاطع المسؤولية، وتم العثور على هاي المقابر. تم رفع البرقية بالحادث إلى الجهات المختصة ويتبنون موضوعها، وإحنا إن شاء الله راح نكون نطوق هاي المكان حتى لا يعبث أي أحد بالجثث ولا يكون أي أحد بالركام إن شاء الله. العمليات الأمنية مستمرة ضد داعش الإرهابي وما نخلي لهم نهائيا ضمن قواطع مسؤوليتنا. بحسب أحد أهالي القرية القريبة من المقبرة قال أن هذه البزول تعد الممر الفاصل لهروب العوائل من ظلم وبطش عصابات داعش إبان سطوتها على مناطق جنوب غرب كركوك، وكانت هذه العصابات تنفذ عمليات القتل الجماعي في هذا المكان. احنا تهجرنا من قريتنا، داعش بقى هنا، عوائل تعبر جو عدمهم يعني بهال. مشاهد دموية وقتل بشع هو ما خلفته عصابات داعش الإرهابية، وهذه المقبرة التي عثرت عليها الشرطة الاتحادية والتي تضم رفات أبرياء مدنيين هي خير شاهد على ذلك. من مناطق جنوب غرب كركوك، محمد صقر، العراقية الإخبارية.